ما رأيكم في الذين يقولون بفرنس التعليم في العلوم الدقيقة؟ في العلوم بمعنى أن ما رأيك في الذين يقولون أو يدعون إلى فرنسة بمعنى تعليم العلوم الدقيقة باللغة الفرنسية؟ وقبل كل شيء لابد من توضيح. رأينا أن البلدان العربية كلها إلا سوريا تعلم العلوم الدقيقة باللغة الأجنبية. وما السر في الإجماع؟ ما هو لماذا يفعلون هذا؟ الواقع أن عندهم عذر. أنا لا أعذرهم وإنما أحاول أن أفهم. التقدم العلمي التكنولوجي في زماننا هذا في يد دولة أو دولتين، والآخرون يخترعون ويكتشفون لكن ببطء وليس على نفس السرعة على نفس الإبداع وفي عمق الإبداع. هذا الإبداع الآن تنقله اللغة الإنجليزية وحدها. من لا يتكلم ولا يفهم النصوص باللغة الإنجليزية معوق زمنيا. ما كان أصله لكن فلسطيني عربي من لم يحسن الإنجليزية في زماننا هذا فله شيء يمنعه من التقدم. لماذا؟ لأن كل ما جد من جديد ومفيد في نفس الوقت يبقى بالإنجليزية. فكيف يتقدم الشعب بدون يعني معرفة هذه يعني واستعمال هذه الأداة التي تسمى اللغة الإنجليزية؟ والمعروف أن في زماننا وفي كل زمان اللغة التي تنقل العلوم والتكنولوجيا هي المطلوبة، هي التي يجري وراءها الناس كلهم، هي التي لها قيمة كبيرة جدا زيادة على التي تنقلها الأديان. مثلا العربية لولا القرآن أولا ولولا الحضارة العجيبة التي ظهرت بعد ظهور الإسلام لما كان لها أي شأن في زمننا هذا. لولا القرآن ولولا نقلها للعلوم الجديدة التي أخذها الأوروبيون بشيء من النهم ونجحوا بذلك. فعلى هذا نحن مضطرون إلى معرفة اللغة الإنجليزية ولغة أخرى أوروبية إن أمكن هذا. من جهة أخرى المبالغة في هذا هو غياب اللغة العربية في التعليم العالي، غيابها تماما في التعليم العالي الخاص بالعلوم التنموية. طيب درس باللغة الإنجليزية أشياء لا توجد فيها إلا اللغة الإنجليزية، معليش، لكن من جهة أخرى أشياء لها مصادر باللغة العربية فلماذا تعلمها بالإنجليزية؟ ما دام المصادر موجودة، ما دام المصطلحات موجودة، لماذا تعلم الرياضيات مثلا باللغة الفرنسية في بلد؟ لا، ليس هناك أي عذر، علم بالعربية. وفيما يخص كل جديد فتسابق مع غيرك في صنع المصطلحات التي نحتاج إليها. وهذا فيه يعني على الرغم من وجود مجامع كثيرة
ولم يحل بعد هذا المشكل كثير. لماذا؟ لأن نحن نضع المصطلح ويبقى حفظنا على ورق وفي كتب تبقى على الرفوف. ولماذا لا تتدخل الحكومات والهيئات الكبرى السياسية؟ لماذا لا يكون في هذا قرار سياسي أن هذا المعجم الذي وافق على استعماله كل العرب خليه هو الرسمي الوحيد الذي يفرض على التعليم وعلى وسائل الإعلام وعلى كل شيء؟ فغياب العربية في مكان يمكن أن يكون فيها هذه اللغة هذا أنا أعتبره خطأ يشبه الجريمة. لكن المبالغة الأخرى أننا لا يعني أن يكون هناك غياب اللغة الإنجليزية تماماً واللغة الفرنسية تماماً، كذلك يعني النوافذ تفتح. الآن عندنا وسائل الاتصال بيننا كثيرة ونافعة ومفيدة جداً. إذن خلي الاتصال دائم مع الغير، من ينقل العلوم خلي نتصل به ليل ونهار، ناخذ منه الشيء الذي لم نصل إليه نحن. هناك مشاكل أخرى أعمق من هذه لم يأتيني بعد السؤال على في نفس الكلام. سؤال ثاني أيضا، ما هي أهمية البنية العاملية للدراسات العربية الحديثة؟ ما هي أهمية البنية العاملية للدراسات العربية الحديثة؟ لم أفهم قضية مفهوم ماذا تعني بالعاملية؟ من هم؟ السؤال الثاني، من هم أبرز المعاصرين الذين أيدوا نظرية العامل؟ هذا سؤال آخر. سؤال. لا. هذا يعني أكثر المشارقة هم ضد العامل. لا يعرفون ما هو العامل أولا، وثانيا لا يرون أي فائدة في العامل. أنا بالعكس أرى كل الفائدة في العامل. ذكر السيبوي المحك الذي به نعرف قيمة الشيء في هذه المسائل هو الحسوب. إذا استطعنا أن نبين أن العامل نحتاج إليه الحسوب ليحلل الجملة وليركب الجمل هو آليا بدون تدخل الإنسان، فهذا دليل قاطع على أهمية العامل. وتوصلنا إلى هذا، نحن نتعامل مع الانفورماتيسيا يعني المهندسين في علم الحاسوب، وقالوا هذا المفهوم ضروري لنا حتى نتمكن من ما يسمونه بالامبلانتاسيون دي تيوري دون لوزاج دي. هناك سؤال في الدرس الصوتي، ذكر السيبوي في كتابه ان العربيه تحوي اصواتا مستحسنه واخرى مستهجنه، فماذا نعني بهذين المفهومين؟ مع التدقيق الذي استعمل هذا لأول مرة، ماذا يعني بذلك؟ المستحسن في لغة من اللغات هو ما اختاره أصحاب هذه اللغة في كلامهم، وقد يكون هذا الاختيار يعني جيدا أو سيئا، هو اختيار أمة. أراد العرب أن يكون الفاعل مرفوعا، هذا لا يبرر،
اختيار اجتماعي. الجماعة مع مرور الوقت رفعوا الفاعل ونصبوا المفعول. هذا اختيار، ولكن الاختيار لا يؤدي إلى ضرر، بالعكس الاختيار يؤدي إلى إجماع، ولا بد من الإجماع في المصطلح لتحصيل التفاهم. اللغة خلقت للتفاهم، التفاهم يعني أن يفهم أحدهم الآخر. فهذه يعني المهم هو أن يكون الأصوات المستهجنة والمستحسنة. المستحسن هو فقط ما يجوز في لغة، وغير المستحسن هو شيء استعمله بعض العرب وليس هو المعيار. يعني قالوا يعني ربما تأتي آية في القرآن تخالف الكثير من العرب، ما التي تشبه بليس في القرآن آية، ما هذا بشر، هذا قليل. إذا فتشنا وحصينا ما جاء منه في كلام العرب قليل، وهذا الذي يسمى المستحسن جاء في القرآن أو عند العرب ولو مرة واحدة، ولكن استحسن. العرب كلهم قالوا هذا عربي. هذا هو الفرق بين الناس وبين المتأخرون، يأتون بالقاعدة والأمثلة والشواهد والشهود. سيبويه ذهب إلى كل قوم وسألهم وتحدث معهم وسمع فلان وفلان يتكلمون وسجل هذه الجمل وحاول أن يفسر هذه الأشياء بأسباب مختلفة منها الاجتماعية. هذا ما لاحظه أخيرا، وقد كتبت أنا من 30 سنة أن السيبوي غير ابن مالك. ابن مالك يسرد القاعدة ويذكر بعض الشواهد ويسكت، يعني يأتي بعلل. سيبوي لا يكتفي بهذا، سيبوي يستخرج المبرر من العرب أنفسهم ومن الحالات التي تقتضي هذا. أستاذنا الكريم، ما رأيكم في مشروع أحمد المتوكل الوظيفي العربي؟ من نحو الوظيفي؟ عند أحمد المتوكل. نعم. عندي يعني لا تنسوا شيء، أن أهل البلاغة في القديم تفطنوا أن العلاقة بين النحو والبلاغة كبيرة جدا وهامة. كل نوع من الجمل من جهة، وكل نوع من الكلم من جهة أخرى له وظيفة، وهذه الوظيفة هي التي تدل على نكتة، والنكتة غير المعنى. الجملة قد تكون لها غرض لصاحبها، وهذا الغرض في داخله نكت. يعني مثلا الإنسان يستعمل الاستفهام وهو يريد الاستهزاء، لا يريد الاستفهام، أو يستعمل الاستفهام وهو يتعجب ولا يستفهمه، أو يستعمل الإنكار والنفي وهو أيضا تعجب على الشكل النفي أو استفهام. هذه النكت هي العلاقة الموجودة بين ما يقوله المتكلم والأثر الذي ينتج بذلك عند المخاطب. الكلام ليس فقط أداة تبليغ، أداة اتصال، هي أيضا أداة تأثير اجتماعي. المتكلم دائما أبدا يريد أن يحصل على شيء من المخاطب، فيستعمل عدة
عدة أساليب، وكل أسلوب له غرض خاص. هذه الأغراض، العلاقة بين الأغراض وبين اللفظ الذي يدل على هذه الأغراض، هذه العلاقة هي النحو الوظيفي في جمالنا. لكن مع الأسف كأن هؤلاء الناس اكتشفوا شيئا جديدا لم يعرفوا قبلهم أي واحد. لا، اقروا اكتشاف شرح القرآن الزمخشري، أعجوبة أعجوبة. اقروا كتاب أساس البلاغة له أيضا أعجوبة. اقروا التفاصيل التي يأتي بها مثل الروماني وقبل هؤلاء. أخطر البلاغيين المبدعين هم من النحاة، لأن النحاة هم الذين يعرفون أن هذا التركيب إذا استعمله في حالة معينة له الأثر الفلاني، يثير في نفس المخاطب حالة نفسية خاصة. الربط بين هذه الأحوال النفسية وبين هذه الألفاظ وبين هذه الأغراض هو الآن موضوع البلاغة، وقديما أيضا ودراسة البلاغة بهذه الكيفية هي النحو. لكن يبالغ صاحب المتوكل وهو يقلد في هذا سيمون ديك الهولندي الذي قال: لماذا لا نضع الجرامير فونكسيونال؟ ووضعها بالجد. قال: ها النحو لا وجود له الا بوجود البلاغه، يعني لا شيء يوجد بالفعل الا بوجود وظيفه. وهذا اخذه الناس من البيولوجيين الذين يقولون أن الأسماك خرجت من البحر إلى البر، فهذه الزعانيف التي تسبح فيها وتدفعها في داخل الماء صارت أعضاء، صارت أرجلا، وصارت. وما السبب في ذلك؟ الوظيفة. احتاجت السمكة أن تمشي على أربعة، فخلق لها، حول الله سبحانه وتعالى هذه الزعانيف إلى أرجل وإلى. فالوظيفة أساسية عند البيولوجيين مؤرخين لتطور. فطبقوا هذا على اللغة، قالوا اللغة أيضا لا وجود لها إلا بالوظيفة. أنا أقول له: لا، لا وجود لللفظ اللغة التركيبي إلا بالرياضيات، مفهوم الرياضيات. يعني هذا سابق على البلاغة. الكومبيناتوار الموجودة في داخل اللغة، التصرفات الموجودة في داخل اللغة مبنية على الرياضيات، ليست مبنية على الوظيفة. الوظيفة تأتي عندما يتم القسمة، تتم القسمة التركيبية، عند ذلك تظهر الوظيفة. يعني ليس بالضروري أن تكون الظواهر الاجتماعية سابقة للظواهر الرياضية، لأن الظواهر الرياضية ليست خاصة بالناس، ليست خاصة بالآدميين. الرياضيات سابقة لكل شيء. كل القسمة التركيبية جعلت عليها أي تركيب في الدنيا إلا وله تفسير في الرياضيات وتحليل حسب الرياضيات. سؤال خاص بالنظرية الخليلية الحديثة. إذا كيف ساهمت النظرية الخليلية في تعليم اللغة العربية واستعمالها؟ نحن في بداية ظهور لسنا
لأن التطور ما يعني نشأت هذه النظرية من قراءة بعضنا لكتاب سيبويه ولما قال ولما روي عن الخليل بن أحمد. ف يعني نحن في البداية جربنا تجربة على أساس هذه النظرية ورأينا لاحظنا أن التلميذ الصغير يتعلم اللغة العربية بطريقة البنية على مثلا اللفظة بحماس، يعني هو يهتم بهذا ويريد المزيد من التمارين لأنه تشبه اللعب، يلهو بهذا، يستلذ التصريف للفعل بالطريقة التي استخرجناها من النظرية الخليلية. هذا من جهة، من جهة أخرى هناك تطبيقات كبيرة جدا جارية في الجزائر وحدها من صاحبها النظرية هذه لا يعرفها إلا المتخصصون، ليست شائعة من الناس، يعرفها تلاميذي، يعرفها الأساتذة الذين اتصلوا بهؤلاء التلاميذ. والذي هو مهم الآن هو الربط بين التطبيق والنظري بالنسبة للغة العربية، والنظرية هذه تتطلب بدون تطبيق كما قلت قبيل التجربة على الحاسوب هي حاسمة، إذا استجابت الحواسيب استجاب الصح الحق الشيء المحسوس الملموس المرئي. هذا يعني تأكدنا منه أن هذه النظرية يكفينا أن تكون من عمل الخليل. من لا يعرف عقلية الخليل لا يعرف شيئا من هذه الأمور، ولهذا سميت بالخليل الخليلية بالتغريب لأن سيبويه جاء بالكثير منها وصلاح سيبويه جاء بأشياء أخرى، ولكن طبعا هذا يقتضي أن يكون الباحث في هذه العملية متشددا، لا تساهل في العلم، آفة العلم التساهل، آفة العلم التساهل، يعني بالتساهل عدم الشدة في ما يخص يعني عدم الصرامة، عدم الإنسان الذي يغلط يقول ما ليش، هذا قانون يطبق كما هو بالحرب، القوانين الطبيعية تطبق بالحرب، ولا سماح ولا تسامح في تحديد المعاني في استنباط القوانين في استدلال على أن هذا صحيح ولا غير صحيح، يعني الاستدلال لا يحتمل أي تسامح. هناك سؤال آخر يتصل بنقد الأستاذ للعلامة ابن مالك كما يذكر صاحب السؤال، قرأنا لفضيلة الشيخ انتقاده للعلامة ابن مالك وبأن شواهده النحوية شاذة، بأن شواهده النحوية شاذة، شواهد ابن مالك. لم أقول هذا. أنا أقصد بأنه يتسامح بالشاذ. ولكن السيوطي صرح في كتاب الاقتراح أن طريقة ابن مالك في عرض الشواهد طريقة المحققين، فهو يأخذ من أقوال البصرة وأقوال الكوفة ويرد عليهم أحيانا. لا، ابن مالك فما الشيء الذي جعل الأستاذ يعيب على ابن مالك؟ عادي عاش في زمن الجهل،
وفرد من أفراد التحريكين الذين عاشوا في هذا الزمان. زمن الجمود طويل طويل، يعني فيه رواد الجمود المبرد والأخ الشيخ عاشوا مبكراً مبكراً. الأخ الشيخ سيدوي كيف يكون ابن العبقري وارث العبقري يكون جامداً في جانب من الجمود. ابن مالك يعني إذا حكم عليه بشيء فهو حكم على الزمان مش على العلم، هو متأثر بالزمان. وقد سوء وذكي أندلسي، لكن غريب أن هذا الرجل ليس له شيخ، ليس له من أخذ منه ولا غير، من أين له هذا؟ ففيه ثغرات في ثقافته وفي علمه في أشياء لا نثق بها، وفيما يخص الشواذ تعود الناس أن يسموا المدونة التي يرجع عليها البحث يسموها الشواهد. الشواهد أمثلة من المدونة، الشواهد هي أدلة مفردة يستخرجها الإنسان من المدونة. لأن المدونة العربية فيها ملايين الشواهد، وهذه ملايين من الشواهد مباشرة بين كتاب وآخر، وليست هي كلها في كتب النحو. يعني في غلط في استعمال كلمة الشاهد. الشاهد مثال يستدل به على سعة القول. ابن مالك كان يقيس على الشاذ إذا جاء في القرآن، كأن القرآن يعني هو دليل على أن هذا ليس شاذ. الشاذ هو الشاذ القراءة، القراءة قرأ بها رجل واحد أو رجل لا يثق به أو رجل روى هذا من رجل لا يثق به. فهذا الشاذ هذا اجتمع الناس في الزمان القريب على رفضه، لا تقرأ الآية بقراءة الشاذ. ابن مالك يقيس عليه، يعني يعتبر الشاذ لأنه مثل غير الشاذ. الموثوق به هو ما جاء من أكثر من جهة. إذا كثر الناس الذين لا يعرفون بعضهم بعضا على أن فلان قال هذا مثل حديث وقراءات فهو صحيح، لا مرد له. قاله فلان وقاله فلان وقاله فلان وهم من عصور مختلفة ولا يعرفون بعضهم بعضا. هذا مثل الحجة عند البوليس عندما يقول أن هذا قال بكلام وجاء شاهد آخر قال في نفس الكلام وهذا لا يعرف هذا، لا يمكن يتواطأ على هذا الكلام. ابن مالك ليس له هذه الخصلة، كان يتعصب للشاذ من القراءة. هناك سؤالان متقاطعان يتحدثان عن فائدة النظرية الخليلية بالنسبة لعلاج الاضطرابات اللغوية في مجال الأورثوفونيا المرضية. المرضية هذا قلت كم مرة للطلبة، لولا اتصالي بالأطباء والرياضيين من جهات أخرى ووجودي في عمل في مستشفى في ستوربورغ ربما لم أتفطن إلى أشياء كثيرة مما قرأ. اللغة إذا أصاب صاحبها يعني صاحب أي كلام مضطرب ويكون السبب في آفة تصيب الدماغ، اصطدام، حادث إلى آخره، فجيها من الجهات التي تتحكم في الكلام
تكون مصابة بهذه الجرح أو كذا، وقد تغيب تماما تختفي. عند ذلك شيء من اللغة يضطرب، مثلا إنسان يفهم الكلام كله ولا يستطيع أن يتكلم بالكلام الذي سمعه. العكس، يتكلم بالكلام الذي يسمعه بسلامة بدون خطأ ولا يفهم معناه. القوة، القدرة على الفهم لها جهة خاصة في الدماغ، القدرة على التركيب اللفظي جهة أخرى. فإذا انحلت هذه القدرات لم تكن مشتركة بعضها ببعض، اضطرب الكلام في جهة من الجهة، في الفهم، في التلفظ، في التركيب، في جعل الكلمة في موضعها من الجملة، في تقديم، في التأخير، في النطق. كثير من الهفوات اللسانية في النطق ترجع إلى ما يسمى ديسلكسي، يعني القراءة غير سليمة. كذلك الكتابة والقراءة، القدرة على الكتابة والكتابة، هناك جهة في الدماغ خاصة بها. فإذا أصيبت بآفة اضطرب الكلام، اضطربت الكتابة، اضطربت القراءة إلى آخره. الأمراض فيما يخص اللغة هو منبع العلم في ميكانيزمات اللغة، وهذا الذي ساعد الكثير من اللغويين وهم أطباء على فهم هذه الآليات العميقة، ما يسمى الآن الكونيكسيون نورونال، يعني ما تتداخل فيه وتتشابك فيه الأعصاب. فأنتم تعرفون أن الدماغ له أكثر من 100 مليار عصب، 100 مليار عصب، والعصب إذا أصيب ومات لا يعوض، الأعصاب لا تعوض، هناك أعصاب تبقى حية وتوظف، يعني تعطى لها الوظيفة التي كانت للأعصاب الميتة. كلما مات عصب جاء عصب جديد يقوم مقامه، هذا كريم. لكن العصب إذا مات فلا يعود هو في ذاته، بل يأتي عصب آخر ويقوم بالوظيفة بشيء طبيعي، يعني بكيفية لا شعوري. هذا سر من أسرار البيولوجيا، ومعرفة هذه الأشياء تعين وتساعد أي مساعدة على فهم اللغة. لا يكتفي الإنسان بأن يعرف أن اللغة أداة اتصال فقط ويسكت. اللغة أخطر من هذا، اللغة هي الإنسان، بحيث أرسطو يسمي اللغة والعقل بكلمة واحدة لوغوس. تدل على العقل، على المنطق، وفي نفس الوقت تدل على اللغة. يعني بما نفسر التشابه الموجود في الاشتقاق بين العربية واللغات الجرمانية. ليس صدفة، ليس هناك أي شيء. يعني هناك كثير من الكلمات الإنجليزية تشبه الكلمات العربية، ولا علاقة بينها أبدا، لا تاريخية ولا شيء، ولا استعارة ولا شيء. يعني يمكن نقول أن هؤلاء الجرمان استحسنوا ما استحسنوا، صدفة. يعني ليس هناك تعمد، وليس هناك سر من أسرار اللغوية. ما المقصود؟ هل هناك ما يسمى بالاشتقاق الأفقي والعمودي؟ الاشتقاق الأفقي والعمودي، كل ما هو لواحق سوفيكس وثوابت
prefixes. هذا إذا كانت اللغة ليس لها إلا هذه الوسائل فهي لغة أفقية الاشتقاق، يعني يقع بكيفية خطية تسلسلية. الفرنسية، اللغة الرومانية كلها، الإيطالية، الإسبانية والرومانية، هذه لغات مشتقة تاريخيا من اللاتينية. الجنود من روما غزوا أوروبا كلها واحتلوا إسبانيا، احتلوا بلاد الغال، لاغول بلاد الغال، واحتلوا كل هذه الجهات، ففرضوا على أهاليها اللغة اللاتينية. اللغة اللاتينية أجنبية بالنسبة لهم، فتغيرت مع الوقت فصارت فرنسية هنا وإسبانية هنا وإيطالية هنا، ولهجات أكثر اختلافا، وكلها لها اختصاص يعني خصوصية هذا الأفق، ليس فيها العمودي الذي فيه جذر وصيغة مندمجان في نقطة واحدة لا في التسلسل. هنالك سؤالان يتحدثان عن الواقع المصطلحي الأليم في اللغة العربية، التي الواقع المصطلحي الأليم التي الذي تعاني منه اللغة العربية. فهل أستاذنا نورد هنا في بعض الحلول التي تتعلق أو تعالج؟ نعم، هناك مشاكل سياسية والحلول، يعني الكلمات تقريبا موجودة، غير معجم بالانفورماتيك ومعجم بالالكترونيك، ويأتي الانفورماتيسيان تسأله عن المصطلح ويعرف المقابل، هناك معجم. وأين هذا المعجم؟ نشر ووضع في الروح، مع أن وقلت حتى للمسؤولين الكبار، يا إخوان خذوا قرارات ومراسيم تفرضون المعجم الفلاني الذي أجمع عليه الناس المستعملون، افرضوه على أهل الاختصاص، يعني المهندسين افرضوا عليهم هذا المعجم الذي اتفق عليه الناس. كذلك المدرسة، المدرسة والعائلة، الأسرة، البيت، المدرسة، وسائل الإعلام، التعليم العالي، كل هذا يساعد على توحيد المصطلحات وتشييعها. وأين هي القوانين التي تفرضها؟ لا وجود لها. أي واحد يستعمل أي مصطلح في أي درس من الدروس. وقمنا من 30 سنة المغرب والجزائر وتونس بوضع رصيد لغوي للطفل. تصوروا أنني 30 سنة من بعد نسمع الناس تستعمل كلمات من هذا الرصيد، لأنه دخل في الكتب المدرسية. قرر وزير التعليم يعني التربية في يوم من الأوقات أن يدخل هذا الرصيد ويدخل في الدروس للصبيان، والصبيان علموا أولياءهم هذه الكلمات. فسمعت هات لي اللمجة نتاعي، دون أعطيني الكوتي تاعي. الطريق السيارة دي سمعناها في الإذاعة وقريتها في الجرائد، طريق سيارة روتو. نحن وضعناها في الجرائد وبدأ التشريع أيضا في تونس. لمك لسانيا فرحت أيام فرح عندما سمعت أول مرة مصري يستعملها، مصري يأخذ من جزائري، يعني سيغالي
ولكن الدليل على انه في نشاط وهذا النشاط المفيد مش اي نشاط. هناك سؤال يتعلق بتوظيف المناهج الحداثيه مثل المنهج التداولي والسيميائي والاسلوبي في دراسه النصوص النص القراني والحديث النبوي الشريف. الا نخشى على هذه النصوص من هذه الدسائس المسمومه كما يسميها الناس؟ لا طبعا المسموم هو الانسان. المهم هو أن يحذر الإنسان إذا كان النص قريب جدا لما تصوره العلماء العرب. أنا فيه كثير من التداولية مثلا هي تخرمية. نقول التداولية لماذا سألت هذا الرجل لماذا وضعت هذه من تداول الكلمة بين الناس؟ أو التداول بين المتكلم والمخاطب؟ نعم هذا أحرى. مادام قال العرب التخاطب وفي التخاطب أسرار دونوها وحللوها فقارنوا بين طريقة الغرب وطريقة العرب. يعني طريقة العرب طبعا هي مشروطة باحترام النص القرآني والنص الحديث. ولا خطر عندنا في عند الرجل عند المرأة من الذين اطلعوا بعمق على التراث واطلعوا بعمق على الميزانيات الحديثة السطحية.